والله بقى كابتن لعبته ضده كان بيتعبنا جامد قوي يا اينو. ربنا يخليك يا كابتن. دلوقتي ما كنتش رامي بالونه اختبار ولا حاجه للكابتن هادي ولا جهاز الفني النادي الاهلي؟ لا خالص خالص، ده كلهم اخواتي الكبار طبعا وبتعلم منهم طبعا، وانا سعيد ان انا بتعامل مع كابتن هادي وكابتن حسام والجهاز كله بصراحه وكابتن علي وكابتن ناجي. ناس محترمه جدا واداره محترمه جدا وما فيش اي حاجه خالص. ويمكن انا استغل الفرصه من خلال البرنامج بتاع حضرتك وعايز بس اقول للناس الساده المحترمين الاعلاميين او اللي بيكتبوا يعني اللي هم بيحاولوا دايما يعملوا مشاكل خصوصا في الفتره الاخيره دي بالنسبه لي. يمكن انا كنت بتكلم مع كابتن هادي امبارح فقلت له يعني اللي انا ما بقولش حاجه خالص والله وما بصرحش باي حاجه، انا مش عارف الاجتهادات دي كلها بتيجي منين. انا راجل ملتزم جدا في التمرين ويمكن الكابتن هادي عارف وقاعد مع حضرتك اهو، وانا ملتزم جدا وبتمرن. وموضوع القائمه الافريقيه يمكن انا قعدت مع كابتن هادي وكابتن حسام وتفهمت الموضوع، وكان عشان ظروف الاصابه كنت لسه راجع من عمليه الرباط الصليبي والموضوع خلص بالنسبه لموضوع القائمه الافريقيه. وانا دلوقتي ملتزم بتمريني وما بعملش مشاكل خالص وما فيش اي مشكله خالص، ولما بقعد في الدوري كمان بيطلب مني بنزل والحمد لله بكون كويس. الكلام ده حصل في مباراه طلائع الجيش وحصل امبارح فما فيش اي مشكله الحمد لله، لكن انا ملتزم وما فيش اي مشكله. ويمكن انا كنت مجدد قبل الاصابه على طول، دي لسه السنه الاولى. فبيتكتب بقى كلام اللي اينو دايما عايز يمشي واينو دايما في انديه بتفاوضه، مع احترامي لكل الانديه اللي بيتكتب عنها او كل الانديه اللي في مصر طبعا بكن لهم كل الاحترام، لكن انا عايز اقول ان انا بلعب في النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في مصر، فانا سعيد جدا ان انا موجود فيه. يعني ما فيش اي خالص مشكله وما فيش يعني لا في طلب اعاره انت عايز تلعب ولا في طلب انك عايز تسيب النادي الاهلي في يناير ولا الكلام ده خالص حصل. يعني حضرتك عارف ان اي لعيب ما بيلعبش او بيبقى بعيد لعيب الكره طبيعي وارد اللي هو يزعل، مظبوط، وارد وطبيعي ان لعيب الكره دايما عايز بيكون موجود في ال 11 وعايز اللي هو يكون دايما موجود وبيلعب. وخصوصا اللي انا كمان كابتن حتى وانا في انا ما كنتش متعود ان انا اقعد في الصياف. انا الحمد لله طول عمري ببقى في ال 11 بس هي طبعا ظروف الاصابه وده دي حاجه مش بارادتي، دي حاجه بتاعت ربنا وده دي اراده ربنا وانا الحمد لله متقبلها الحمد لله. فهي بس ظروف الاصابه، ولما رجعت من الاصابه مفيش اي مشكله وانا بتمرن لغايه ما هيجي لي دوري وارجع تاني، لكن مفيش اي مشكله خالص. وانا الحمد لله لما بيطلب مني وانزل يعني امبارح لعبت 7 دقائق او 8 دقائق الحمد لله اديت بشكل كويس وكنت هجيب جون والحمد لله. دي حقيقة فعلا كنت هايل امبارح في الفترة اللي انت نزلت فيها عملت مجهود وكأنك بتلعب من اول مباراة، معرفش انت شايفنا ولا مش شايفنا. ربنا يخليك يا كابتن، ده توفيق من عند ربنا. وانا عشان انا بتمرن كويس. انت بره ولا تتفرج على التلفزيون؟ لا انا لسه نازل من البيت حالا. لسه نازل. انتوا كلكم سارحين بره البيت ولا ايه الحكاية؟ ما احنا بنصدق بقى كابتن يوم اجازة. رايح فين؟ اقول بس ده توفيق من عند ربنا. احمد السيد كان رايح جنينة مجهودي يا اينو. نعم يا كابتن. احمد السيد كان رايح جنينة الاسماك، انت رايح فين؟ انا رايح الفسطاط بقى. رايح احنا يعني احنا بنشكرك على انك بتوضح، وده يمكن للراي العام ويمكن للاعلام اللي عمال يكتب بقى له فتره اينو ادي اهو اينو، بس دي بتحتاج منك انك برضه تطلع توضح يا اينو عشان الكلام ما يزيدش، ما هو السكوت بيخلي الكلام دوت يزيد ويكتر. ما كابتن انا اهو من خلال حضرتك انا اول مره اطلع اتكلم واقول كده، انا من نوع كابتن اللي انا قليل الكلام. انا ما بحبش كل يوم اظهر وما بحبش كل يوم اقول واعيد واطلع في برامج، انا مش من النوع اللي كده يا كابتن، انا راجل لعيب كوره ما يلعب كوره يقعد اتكلم. عندك حق. انا من النوع اللي انا كلامي بيبقى في الملعب وبتمرن وفي حالي، اي اجتهادات ثانيه دي بعيده عني، انا ما بتكلمش خالص. عندك حق يا اينو. وانا عايز اقول كلمه خير، انا بحترم جمهور النادي الاهلي جدا وبحترم الجهاز جدا وبحترم النادي جدا، وانا سعيد ان انا موجود في النادي الاهلي وانا تحت امر الجهاز في اي وقت ومفيش اي مشكله خالص. كلام محترم من لاعب محترم، يعني الناس كلها بتقدرك وجمهور النادي الاهلي بيقدرك وجمهور مصر كله بيقدرك يا اينو. بنشكرك شكر جزيل على المداخله